السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الرابع، في محطة جديدة من محطات تعلمنا لهذا اليوم في مادة التاريخ القطري. هيا أحبتي لنفتح على الصفحة 61 و62 من كتاب التاريخ القطري لنقوم بحل التدريبات لدرس دور دولة قطر في المحافظة على الهوية العربية الإسلامية. لنبدأ بحل السؤال الأول، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. ألف: تمثلت أهداف مبادرة تعليم لمرحلة جديدة في تزويد الطلاب بالمعارف و... هيا فكروا جيداً. والمهارات الضرورية للحياة. ب: في محاولة لإنقاذ الهوية العربية الإسلامية من الضعف، يتم الاهتمام بتدريس اللغة العربية و... فكروا جيداً. أحسنتم، فتح مجال الدخول إلى الإسلام. ميم: من المتاحف القطرية التي لها دور في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية هي... أحسنتم، متحف قطر الوطني. دال: من المشاريع التراثية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية القرية، ما هي؟ أحسنتم، القرية التراثية. اكتب أمام كل عبارة ما تدل عليه. الآن سنقوم بشرح مبسط لمجموعة أشياء، وأنتم ستحزرون عن ماذا أو تخمنون عن ماذا نتحدث. ألف: يعمل بكل جهده للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية وفتح مجال الدخول إلى الإسلام لغير المسلمين وتعليمهم اللغة العربية. عن ماذا نتحدث أحبتي؟ هيا خمنوا وفكروا جيداً. المركز الموجود بجانب سوق واقف. مركز فنار، أحسنتم. ننتقل أحبتي إلى باء. يحوي مقتنيات الحضارة الإسلامية على مر العصور. عن ماذا أتحدث أحبتي؟ هيا فكروا جيداً. أحسنتم، أتحدث عن متحف الفن الإسلامي. أنتقل إلى جيم. تعد تجسيداً للحياة القديمة في دولة قطر، ويتولى إدارتها والإشراف عليها وزارة الثقافة والفنون والتراث. عن ماذا أتحدث؟ أحسنتم، القرية التراثية. بارك الله بكم. إلى السؤال الثالث، أكمل المخطط التالي. جهود دولة قطر في المحافظة على الهوية العربية الإسلامية. أولاً، ماذا فعلت؟ أحسنتم، قامت بتطوير التعليم، ثم إنشاء المتاحف، ثم إنشاء المشاريع التراثية. إنشاء المتاحف مثل ماذا أحبتي؟ كنا قد ذكرنا أثناء الحال متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي. لنذكر أيضاً متاحف أخرى خاصة موجودة في دولة قطر، مثل متحف الوكرة ومتحف الشيخ فيصل بن جاسم، إضافة إلى متحف الخور. طبعا هذه مجموعة من المتاحف العامة وأيضا الخاصة الموجودة في دولة قطر، وكلها تنتمي إلى بند إنشاء المتاحف. بهكذا أحبتي نكون قد انتهينا من حل التقويم. هيا بنا لنقوم بلعب لعبة كرة السلة. ستقومون أحبتي بالإجابة على السؤال، وذلك بتسديد كرة السلة نحو الإجابة الصحيحة. اتفقنا؟ هيا بنا لنلعب. ما الوسائل التي اتبعتها دولة قطر للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية؟ هل هي إنشاء المسارح أم تطوير التعليم؟ هيا فكروا جيدا. أحسنتم، تطوير التعليم. لننتقل أحبتي إلى السؤال الذي يليه. من المتاحف العامة الموجودة في دولة قطر العامة أحبتي، متحف قطر الوطني أم متحف الشيخ فيصل بن جاسم؟ هيا لنختار الإجابة الصحيحة بتسديد الكرة نحوها. هيا أحبتي. أحسنتم، بارك الله بكم.
ننتقل إلى السؤال الأخير. تعد القرية التراثية تجسيداً للحياة الحديثة أم القديمة؟ من اسمها؟ إذن تجسيداً للحياة القديمة. أحسنتم. إلى هنا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم. إلى اللقاء.